وليت انا قلت صالح السيف من قلت؟ وبندر من ترجعت بندر علي؟ كلهم كل الثلاثة رجعت لا رجعت صالح الزهير وبندر العلي تعال منيف الخمشي ما قلت منيف الخمشي انا قلت صالح الزهيري منيف وبندر العلي منيف انا ما قلت منيف متى قلت وراك فرحان انت مع اخوانك اشتريها اشتريها انت فرحان مع اخوانك طفت في العجه اخوي انت لا انت بسميك اللي فاقع عند قبل يومين تعال بس ما دقيقه خله هنا خله هنا وراك انت مع العجه انا ما قلت منيف قلت منيف لا قلت بندر علي وصالح الزهيري يرجعون ان شاء الله قلت صالح الزهيري وبندر علي والله سامي يرجعون منيف الخمشي ما قلت شيء ولا اي بالله ما قلت صحوا لي يا ابو وزير ما قلت وانت طاير في عجه ما قلت انا ما قلت على العموم الان عندنا في نمونيه منيف الخمشي وعندنا ساعد وعبد المجيد دحوم ودحوم وفارس بشيري وفارس وراضي وكذلك ساعد السبيعي واحد منكم خذ 400 واحد منكم خذ 700 واحد منكم خذ درعه وصار له حصانه او مو حصانه بنعرف كده نمزح مع منيف الخمشي كده نمزح مع منيف الخمشي فرحت وخلاص والله تكفي تعال منيف حنا نمزح معك وزلينا لكن مبروك منيف شوف يا شباب المشاهدين فرحانين الحين بس هو مو فرحان لانه ما ادري ايش اللي صاير لكن فعلا منيف الخمشي خذت بلع الجمهور ما عرفت انصب عليك انا حاولت الف ودور بس ما قدرت الحمد لله والشكر ما قدرت وانت ما لمحت يا ابن الوزير والله انا ما تعرف قلبي رهيف انا والله رهيف انا الحمد لله ما قدرت اصبر يستاهل والله نجم كنت بقرصه انا والله كنت بقرصه على الفقعه اللي سواها بس زل سامي وقلت حصانه يستاهل النمر يستاهل وانا والله كنت بهبل بغرب لك يعني بس ما قدرت ولك مني كرصيده بوكس لا يستاهل انا مو معطونا تخيل اول شيء نبارك الدرع الجمهور يستاهل على فكره تسمح لي تعطر منه انت اللي قضيته لا مو هو بذا يا قلبي ها سم خلاص مبروك كدرات تعطل تستاهل وانا قايل لكم انه شخصيه يلا مبروك يعطيك العافيه